مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. إن من يعمل في قطاع النظافة يعلم مدى صعوبة مثل هذه الأعمال، فبغض النظر عن كونه قد اضطر للعمل فيها، إلا أن الناس عادة ما تقوم بتصرفات غير مقبولة اتجاه عمال النظافة بشكل عام. وفيما يخص مجال تنظيف الفنادق، فعاملات التنظيف رأوا الكثير خلال عملهم وصبروا على عدة تصرفات وقحة، لكن خادمة الفندق هذه مرت بتجربة غير متوقعة ستذهلكم قصتها حتما. فرغم اعتياد هذه السيدة التي تعمل في إحدى الفنادق بيوتا في الولايات المتحدة الأمريكية على كل أنواع الناس، إلا أنها وبعد تنظيفها لإحدى الغرف في الفندق تفاجأت بما تم تركه هناك وانفجرت بالبكاء. فابقوا معنا لمعرفة السبب. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. كما سبق وأشرنا، ليست كل المهن متشابهة، فبعضها قد يجهد قوتك النفسية والعقلية. ومن بين هذه الأعمال ما نسميه بخدمة تنظيف المنازل، أو ما يعرف بأعمال التدبير المنزلي، بحيث يتعرض من يعمل فيه للعديد من التصرفات والمضايقات والسلوك الغير جيد بشكل يومي تقريبا. وفيما يخص السيدة التي كانت تعمل بفندق بارك سيتي في يوتا، فقد كانت صبورة، فقط لأن كل ما كان التجنيه هو قليل من المال وعدة تجارب غريبة وردود فعل غير مقبولة. وعلى أي، أدت الظروف بأن تقوم في عام 2013 بالتوجه نحو الفندق مباشرة وطلب العمل لديهم، بعد أن شهدت لافتة كبيرة مطلوب عليها عاملات تنظيف منزلي. ورغم أن الحصول على مثل هذه الوظيفة يحتاج المرور بعملية إدارية عبر منظمات الخدمات الاجتماعية، إلا أن إصرار السيدة وثقتها في نفسها مكنتها من الحصول على الوظيفة بشكل مباشر. وبالطبع كان لذكائها دور كبير في حصولها على العمل، بحيث أخبرت مسؤولي الفندق بأنها ستكون أفضل المتقدمين للوظيفة، لأنها مستعدة للقيام بأي عمل كان بكل دقة وإتقان. كما أن إصرارها للحصول على الوظيفة ساعدها أيضا، رغم أن مالك الفندق أخبرها بأن عليه أن يثق بها أولا ويعلم سبب وراء إصرارها هنا دون معرفة الكثير مما يجب عليها القيام به أولا. كما أخبرها بأن أسوأ المشاكل في الفندق حينها هو بعض النزلاء الذين يمتلكون تصرفات غير مهذبة، وقد يصلون لدرجة الوقاحة لدى تعاملهم مع كل من يعمل في الفندق، وخصوصا لأنهم يدفعون كل مستحقاتهم بسخاء. فعلى سبيل المثال، من يحجز غرفة الجناح الفاخر لا يكترث لما يتركه وراءه في الغرفة، ولا يكترث لنفسية من يعمل في تنظيفها أيضا. وعلى أي، رغم اعتقاد مالك الفندق بأن السيدة ستغادر بعد أيام، إلا أنها أثبتت العكس وأظهرت للجميع مدى جديتها وصدقها فيما يخص كل ما قالته في اليوم الأول الذي أتت فيه. ورغم أنها لم تتلقى في نهاية الشهر سوى راتبا متواضعا، إلا أن الحاجة للعمل وتوفير المال بطريقة شريفة وكريمة أفضل بكثير من لا شيء. استمر الأمر على حاله بينما احتفظت الخادمة المجدة على ابتسامتها وتفاؤلها، وظلت متقنة موفية لعملها بإخلاص. لكن كل هذا سيتغير لدى قدوم شخصين للمكوف في الفندق، وهذين الشابين كان السبب الذي سيغير عدة أمور لدى جميع من يعمل في الفندق وخصوصا الخادمة. ويتعلق الأمر بالمدعو جوش جيبسون وكايل أيرفاس، وهما شابان من محبي القيام بأعمال الخير ومساعدة الناس. فهل كان لقدومهما هناك أي علاقة بتغيير حالة الخادمة للأفضل؟ أعتقد بأن البعض قد خمن الجواب مسبقا. فجوش وكايل سمع عام 2014 قصة سيدة فقدت كل ما لديها، إلا أنها تقبلت ما حدث لها وقررت البدء من النقطة الصفر، بحيث أن أول ما قامت به هو محاولة إيجاد وظيفة بسرعة وعملت في مجال التنظيف بالفندق. ولهذا توجه إليها على أمل أن الحلقة التي سينشرانها في يوتيوب ستكون حول هذه السيدة وردة فعلها. والغريب في الأمر هو أن المدير قد انضم معهما لإعداد خطة مفاجئة للخادمة، بحيث دخل صديقا للغرفة وعبث بها عمدا، وذلك لتبدو في فوضى عارمة مثل ما اعتادت الخادمة رؤيته كل يوم. وقبل خروجهما ثبت كاميرا خفية لمشاهدة ردة فعل السيدة من شاحنتهما أمام الفندق، ولدى دخولها بدأت عملها المعتاد،
لتفتح درج خزانة وتنهمر بالبكاء على الفور بعد أن رأت ملاحظة كتب عليها أنه بقشيش، وحول الملاحظة أوراق نقدية بقيمة 500 دولار. بالطبع كان هذا سعر أكبر مال تحصلت عليه كعلاوة، لكن ما قامت به الخادمة صدم الجميع، بحيث جرت نحو شاحنة الشابين وأهدتهما عناقا حارا وامتنت لما قام به، لكنها أعدت لهما المال وأخبرتهما بأنه كثير جدا على أن يكون بقشيش. وهذه التصرفات في الواقع تظهر مدى سخائها وكرمها وثقتها في نفسها وقناعتها أيضا. لكن وبطريقة ما تمكن الشابان من إقناعها بأخذ المال، لأن الأمر بالنسبة لهما جائزة ومكافأة على إتقانها وصبرها وأخلاقها في العمل. وفي النهاية قد يكون للتفهم والأخلاق والمعاملة الحسنة والقلب الطيب أثر على من يعملون في مهنة صعبة وقاسية، وقد يكون أكثر قيمة من المال. فبعد كل شيء قد لا يفهم الكثير معنى القناعة والرضا بقدر الله حتى يشاهد أو يعرف شخصا مثل هذه السيدة. فما رأيكم بخصوص هذا الموضوع يا أصدقاء؟ أخبرونا بأجوبتكم ورأيكم أسفل الفيديو في قسم التعليقات. نراكم بالفيديو المقبل.